اظن كده شبكتك اتملت يا باشا وان اوان لمها. الشبكه مليانه اه، بس في سبكه منشار عماله بتنخر في الخيوط عايزه تطلع بقيه السمك كله لبره. قصدي سعادتك ايه يعني؟ فريد مدكور، طول عمري اسمع ان الراجل ده عقر، لكن لما قعدت معاه وشفته شفت اكتر من اللي سمعته بكتير. الله 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 الله، ما تقوليش بقى اللي ممكن يخلص امجد الديب من كل اللي عملناه. يخلصه خالص صعب، انما ممكن جدا ما نقدرش نوصل للي كنا عاوزينه. مش ساعات بتسمع عن فضايح فساد اصحابها بيختفوا سنه او سنتين محدش يعرف عنهم اي حاجه، وفجاه يرجعوا يكملوا حياتهم كما لو ان شيئا لم يحدث؟ انا خايف ان اللي يحصل مع امجد تبقى حاجه زي كده. ايوه ماشي، بس اللي معانا مش فضايح، ده احنا معانا مصايب بالمستندات. فريد مدكور يقدر يحول المصايب لفضايح، والفضايح للخناقات، والخناقات لسوء تفاهم، وسوء التفاهم مصيره يتصلح. يبقى آن الأوان دلوقتي بقى نطلعوا السلاح اللي معانا. بس خلي بالك، السلاح ده ما فيهوش غير رصاصة واحدة، لو ما جاتش في مقتل ممكن تبقى مصدر خطر. ما تقلقش، السلاح ده لعبتي، أهم حاجة تشد دراعك كويس وتسحب المشط بهدوء وتكتم نفسك عشان ما تتهزش وانت بتضغط على الزناد. نورت يا فريق بيه. ايه؟ هتفضل باصص لي كده كتير؟ انت مين؟ سؤال غلط. معقول؟ معقول رئيس هيئة الدفاع عن أمجد الديب ومحاميه الأمين وكاتب أسراره ما يعرفش أنا مين؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ سؤال صح بس ساذج حبتين. محدش من غير مؤاخذة يسأل الغول، أنت دخلت هنا إزاي يا غول؟ أعذرني، أصل أنا مش متعود أجي بيتي ألاقي واحد إرهابي مستنيني في الضلمة. لا، بما إنك من غير مؤاخذة محامي الشيطان لازم تتوقع أي حاجة. أنت عايز إيه؟ إحنا عايزين نقعد وندردشوا مع بعض شوية ونخشوا في الموضوع عشان نسيبوكوا تستريحوا. كلام جميل جدا، الواضح انك واخد راحتك قوي. اقعد 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 واهدى، اقعد، ما تخليش المفاجأة تطير مخك. ما يخلصنيش انا، المدام والولاد يرجعوا من السخنة يلاقوا باباهم في حالة مش حلوة. اهدى اهدى، بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو اكبر، اهدى بس اهدى. عايزك تبقى مروق، ما تزعلنيش، اوعى تزعلني. عايزك بقى ايه، تركز معايا وتسمع كده. اسمع ايه؟ بقول لك تسمع تسمع، ما تقطعنيش، تسمع. امسك يا سمو حسن، الموضوع اللي ما يحتملش تاخير. الضابط نادر بتاع مباحث الاموال سعادتك ما بيبطلش زن. ويزن ليه؟ هو مش قبض، عايز ايه تاني؟ ظهر كده معاليك ان ضميره وجعه. ايه حكايه ضميره دي؟ ما كنا قفلنا الموضوع ده. مش بتشبع صوت ولا حاجه؟ تقريبا شبه صوتي، الواضح ان التكنولوجي تقدم جدا. اه ايش حلاوه، والتكنولوجي تقدم.
أنا عارف إن الطعن بالتزوير بيأجل في القضايا، لكن في الآخر هيطلع صوتك أنت، وأنت عارف ده كويس أوي يا متر. أنت سجلت الكلام ده إزاي؟ أسهل حاجة إنك تلاقي حد وسخ يوقع حد أوسخ منه.